قلقتنا عليك يا عم وانت قاعد هنا متمزج وبتشرب قهوة. مش كنت تقول لي انا حتى وانت حداري عليك؟ مش انا صاحبتك ولا ايه؟ ايه مالك؟ انت كويس؟ حاسس بحاجة؟ لا الحمد لله على كل شيء، بس ممكن اسألك سؤال؟ طبعا تفضل. هو حضرتك مين؟ انت مش عارفني؟ اعذريني يا بنتي، يعني السن لأحكام. تكونيش انت زميلة ابني اللي بيكلم في التليفون برا؟ هو انت اصلا مش فاكر انا مين؟ انا اتلخبطت، اكيد شبهت على حضرتك، معلش. واضح ان انت هنا لوحدك، تحبي تاخدي القهوة معانا يعني عشان محدش يضايقك، ده لو حبيت يعني. طبعا طبعا ممكن، بس استأذن اروح الحمام وارجع لك على طول. ألو، أيوة يا دكتور، أنا أميرة بنت الأستاذ يحيى. أسفة إذا كنت بكلم حضرتك في وقت غير مناسب، بس حصل حاجة غريبة جدا. والدي ساب البيت زي كل مرة وأنا لقيته دلوقتي، بس هو مش فاكرني. ده شيء غريب جدا. بقولك واضح إن الحالة سائد جدا، حاولي ما تعرضهوش لأي صدمات وتعاملي مع الموقف بهدوء وخديه بهداوة، لأن الصدمات العنيفة ممكن تضر المريض جدا. حاولي إنك تجيبيه المستشفى بأي طريقة وفي أسرع وقت. حاضر، متشكرة يا دكتور، مع السلامة. انت كويسة؟ انا تمام. محتاجة اي حاجة؟ لا تمام شكرا. قولي بقى حضرتك اصلا انت وابنك يعني من اسكندرية ولا من مصر؟ انا اسكندراني. وانتي؟ اسكندرانية برضو. امال نازل مصر شغل؟ لا، تقدري تقولي اني نازل ادور على انسانة مهمة جدا بالنسبة لي. الست دي زي القمر، واضح ان حضرتك شقي قوي. بتحبها؟ مش عارف، بس حاسس ان هي اللي فضلالي في الدنيا دي. بابا كان دايما يقول ان اهم حاجة اللي بنحسه ناحية الناس مش اللي نعرفه عنهم. بتفكرني بيه قوي. مساء الخير، اكيد حضرتك بقى تبقى. انا اسفة، انا اصلي بس شبهت على والد حضرتك فهو عزمني على فنجان قهوة. اقعد اقولك بلاش، استنى خد هات لنا فطير، الفطير هنا شكله لذيذ، بتحب الفطير؟ انا اسفة مضطر امشي عشان الحق اروح اسكندرية، بس دي فرصة سعيدة جدا، اتمنى من كل قلبي انك تلاقي الست اللي بتدور عليها، فانت تستاهل ده. انا بس استاذنك هاخد منك ابنك ثواني، بس يبص لي على حاجه في العربيه، اصل في حاجه في الموتور مش عجباني قوي. خدي بالك من نفسك. وانت كمان ارجوك.